لما يوجد ألوف العلماء، ألوف المشايخ، علم وفقه ولحى ومنظر وهيبة وجلال، لكن بركة ما في، يدعو لك، يتلو عليك، يرقيك، انسى. أحيانا تتعقد أمورك، يدعو لك تتعقد بزيادة، يتدخل يفسد كل شيء. ما المشكلة؟ ولما يوجد قلة منزول اللهم اجعلنا منهم وأنلنا من بركاتهم، منزولة بسيطة من هؤلاء المغمورين غير المعروفين، فيهم كل هذه البركة، كل هذا السر الكبير المضيء المنير الملتمع المتألق. الحكاية، الحكاية إذا ليست في حفظ الأحاديث والآيات، ولا في أخذ السنن الظاهرة، ولا في كثرة الصلاة، ولا في حنجرة قوية تدعو إلى الله والإسلام وتتحدى العالم، ليس في هذا كله. في ماذا إذن؟ ما القصة؟ ما الحكاية؟ القصة هي التوحيد فقط والشرك كما قلنا. القصة هي الله لا إله إلا هو. هل تعلمون يا إخواني، وسأغامر بقولي هذا، سأغامر وقد أكون مخطئ، هل تعلمون أن الشرك الذي استبد بنا، استملكنا، استولى علينا نحن المسلمين الموحدين، طبعا فضلا عن سائر البشر، فضلا عن سائر البشر، شر من زاوية، طبعا من جهة، من زاوية، من جهة، شر في جوهره من شرك الوثنيين في الجاهلية وغير الجاهلية. هذول ليش الدعوة الكبيرة هذه؟ شو هالزندقة هذه؟ ماذا تريد؟ ماذا؟ إلى ماذا ترمي؟ أوضح. المشرك أبو جهل، أبو لهب أيها الإخوة، ماذا كان يعبد؟ إلى الله، مع الله طبعا، يعبد وثنا، حجرا، خشبا، ويقول ماذا؟ يقول هذه وسيلتي إلى الله، أنا أعبدها وأضرع إليها وأنذر لها وأضحي حتى تقربني إلى الله زلفى. ظاهر حال هذا المختل توحيديا، هذا خلف التوحيد، هذا المختل توحيديا، أن الغاية النهائية عنده ما هي؟ الله. لكن مشرك، مشرك، الله لم يشرع لك هذه الوسائل لتتقرب إليه أبدا، قال لك هذا شرك لا أرضى وألعن من فعله. لكن شركنا نحن كما قلت لكم في جوهره من زاوية، من حيثية، أسوأ من هذا الشرك. تعرفون ما هو؟ نحن نقبل على الله في الظاهر، نطيع الله في الظاهر، ندعوه، نطوب بكعبته، نصلي له في اليوم كذا وكذا ركعة، جميل، ونتصدق ونعطي ونجاهد. بس انتبهوا، كل هذا نفعله وليست الغاية الله، الغاية شيء آخر نتوهمه بعد الله. وفي معظم الأحايين هذا الشيء الذي نتوهمه بعد الله، وما في شيء بعد الله ولا معنى لشيء قبل الله. انتبهوا، ما في شيء بعد الله، هذا كلام فارغ، أسطورة، مستحيل، وما في معنى لأي شيء قبل الله، ليس دونه منتهى. ما تقول لي وصلت، ما وصلت، وصلت إلى سراب، أنت لن تجد شيئا، الذات الخيالية، عملت وحققت نفسي، والله لم تفعل شيئا، أنت ضيعت نفسك. الله أعطاك 70 سنة رأس مال تتصرف فيه، والله ضيعته. صح عملت ملايير، صح عملت شهادات، عملت سلطة، صرت رئيس، صرت رئيس وزارة، والله ضيعت عمرك إذا لم تعرف الله، إذا لم تصل إلى الله. كان يمكن أن تحقق كل ما حققت ليكون وسيلة من الوسائل إلى الله، والغاية هي الله، ليست السلطة ولا الشهادة ولا الشهرة ولا المال، الله دائما هو الغاية. أنت لم تفعل، أنت لم تحقق، ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، ما فيه، هو الغاية الأبعد. معظمنا إلا ما رحم ربي، اللهم اجعلنا منهم. معظمنا على الإطلاق يا إخواني، الله ليس هو الغاية، الغاية شيء آخر. تقول لي كبيرة يا عدنان، كبيرة يا أخي، كيف تقول هذا؟ نعم، شوف كلامي هذا حين أقوله الآن، وعزة جلال الله، لو في نيتي ولو بأي مقدار أنني أقوله من أجل أن يستجيب لي أحد فيلبيني في شيء أو أغريه بفعل شيء، فأنا مشرك. لماذا؟ لأنك تتوسل الحديث عن الله والتذكير بالله وعظمته وجماله وجلاله، وليس قصدك الله، قصدك هدف حقير صغير من وراء الحديث عن الله. إذن صار الله ماذا؟ وسيلة لغاية،
تبا لنا يا إخواني، أف لنا وتف. الغاية هي نحن، شرك، شرك يا إخواني هذا. وكما أقسمت أقسم مرة أخرى ولن تجد طعم السعادة. يقول لي، تقول لي نفسي ويقول لي إخواني وأحبابي، دلني يا أخي، دلني يا حبيبي على أقصر طريق لكي أجد السعادة بالله. نفسي مرة واحدة أجرب فعلا أن أضع رأسي وأمكث سويعة، مش خمس ساعات ومش ليلة كاملة، سويعة في السجود من غير تعب من غير هق، في لحظة سعادة، في لحظة تجلي. طبعا لن تجدها إلا إذا كنت في الحضرة، إلا إذا كنت في الحضرة. انتبه، عاشق المال يا إخواني حين يكون في حضرة صاحب المال مع وعد أنه يؤتى اليوم مراده. قال له نحن رسمنا لك ملك، قال له رسمنا لك اليوم ب20 مليون يورو تصرف لك اليوم على التو بعد أن ينفض هذا المجلس، صحيح؟ أو تزاد بمقدار ما يستطيع المجلس. يحب أن يترك المجلس؟ وحين يجلس في حضرة هذا الملك صاحب الوعد أيها الإخوة، هل يفكر في أي شيء آخر في الكون؟ أبدا، ينسى أهله وولده، ينسى العالمين. يا حبيبي يا أخي، حين تكون حقا في حضرة الله أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، كلا لا تطعه واسجد واقترب. لو كنت تستحضر هذا وتستشعر وأنت الآن حقا في حضرة الله، هل يمكن أن تلتفت إلى غيره؟ هل تتذكر ابنك؟ زوجتك؟ مالك؟ عملك؟ مواعيدك؟ وقت نومك؟ تنسى العالم وما فيه، تنسى نفسك حتى يتأذن الله بإيقاظك. اللهم أيقظنا من نومة الغفلة. كلنا نائمون في قبر البدن، قال مولانا الرومي. اللهم إني سجين قبري بدني، هلم يا إسرافيل وانفخ في صوري من أجلي حتى توقظني. هلم يا إسرافيل وانفخ في صورك من أجلي حتى توقظني. إذن أيها الإخوة، الشرك المحقور الملعون الذي استملكنا واستبد بنا ونحن لا نفقه، هو أننا أيها الإخوة دون أن نخف لنحاسب أنفسنا، لنحاققها، نحاسبها ونحاققها محاسبة ومحاققة الشريك الشحيح لشريكه. كيف لما تشارك واحد بخيل وشحيح كيف يحاسبك؟ النقير والقطمير والفتيل، وين هالسنت هذا راح؟ وين بخيل شحيح؟ حاسب نفسك محاسبة الشحيح. تعال هنا، ماذا تفعلين؟ هل أنت صادقة في عبادة الله؟ صادقة في الحديث عن الله وعن دينه؟ ماذا تريدين؟ ماذا تريدين؟ لو وجدت أدنى احتمال أنك تريد شيئا غير الله، مشرك. فيك شرك يا رجل، فيك شرك، والله لن يلتفت إليك. روى الإمام البزار في مسنده أن الله تبارك وتعالى إذا قام العبد يصلي له انصرف إليه بوجهه، الله يقبل عليه بوجهه. فإذا التفت العبد، هتقول يعني التفت بوجهي؟ لا والله، يا ريت بس، وبالقلب كمان طبعا، ما الفائدة؟ لا 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 لا، وين كنا؟ ملتفت أنت بالكامل، أنت ملتفت عن الله، ملتفت إلى إيه؟ إلى غير الله. يقول له الله تبارك وتعالى: يا عبدي، إلى من هو خير مني لك؟ وين أنت يا أهبل؟ وين أنت يا عبيط يا خائب؟ وين أنت؟ إلى من تلتفت؟ أنت بين يدي. ستقولون: ما صلينا. ولا صليت، يا ليتنا نصلي. اللهم من علينا بأن نصلي لك ركعة واحدة. لو صلينا بهذا المعنى، بهذا الحضور، لتغيرت أحوالنا، لهبت عاصفة، لا أقول زعزع، عاصفة رخية من وراء العرش وقلبت أحوالنا. والله لقلبت أحوالنا ولصرنا خلقا جديدا. اليوم يا إخواني يعجزنا، يمررنا هذا المشهد، أن نرى أناسا متدينين ينتمون إلى الدين، وأحيانا من أهل العلم في الدين والنفاذ في فهمه، ونرى من أحوالهم ومأتياتهم الشيء الذي لا يفهم، ونقول: كيف 50 سنة 60 سنة في العلم، 70 سنة في الإسلام وهو كذلك؟ ما الذي حصل؟ ونفكر في إيه؟ في عمر بن الخطاب. عمر في لحظة أيها الإخوة ينقلب كيانه، رضوان الله على عمر، شفعه الله فيها، ينقلب كيان عمر بن الخطاب يا إخواني.
يصبح بالله خلقا جديدا، رجلا آخر. عمر من يوم عرف الله، عرف الحق، أصبح خلقا آخر يا إخواني. وإلى أن لقي الله هو خلق آخر، خلق آخر. أنا وأنت، أي واحد فينا قليل من النجاح الدنيوي، شوية علم، شوية شهادة، شوية سلطة، شوية مال، شوية علاقات، صار عنده علاقات مع ناس كبار، يصبح خلقا آخر، أبشع وأسخف وأكثر حقارة. صحيح؟ بشوي شوية إنجاز، عمر يحكم 14 دولة، إمبراطور، يمشي بمرقع عادي عادي. كيف القدرة؟ ما هي القدرة أن يفعل هذا؟ مرقعة 15 رقعة فيها مرقعة يا عمر. ويأكل أيها الإخوة في عام الرمادة طيلة الفترة على مدى العام الزيت المعتكر بالخبز أيها الإخوة القاسي، الخبز المتحجر، والبطن تقرقر عادي. هذا سلوك إمبراطور؟ هذا السلوك إمبراطور؟ واليوم والله ما كنت أحب أن أذكر هذا، أقسم بالله، لكن للتمثيل حتى شوي ينفلق هذا الدماغ، نبدأ نفهم ما ينبغي أن نفهمه. واليوم يقال لداعية كبير صدع رؤوس الفضائيات بخمسين ستين سبعين حلقة عن الجنة والنار والحساب والعذاب والآخرة، تعال يا مولانا إلينا هنا في أوروبا ولا غير أوروبا، تعال حاضرنا، عظنا يا مولانا، ذكرنا بالله، صلنا لحبل الله. يقول بيزنس كلاس. نعم يا مولانا، صدمتنا، ضربتنا بالحذاء في وجوهنا يا مولانا. بيزنس كلاس جيد، هوتيل 5 نجوم. يقول نعم يا مولانا. أه. مرسيدس 2015 تحملوني، بي ام دبليو كويس ما بقل. هكذا هكذا يقول، ولا اكل اي اكل، الاكل الذي اكله هو كذا وكذا وكذا، ويصدم مديرو هذا المركز الإسلامي هنا في أوروبا، مصدومون، مضروبون بالصخر في وجوههم. وبعد ذلك يقول وكم تعطونني، ليس على الزيارة، على كل محاضرة، كم تعطونني؟ يقول محدثي وتفاوضنا ورأينا ألا حاجة لنا به. حدثت بهذه الحكاية قبيل إيه أيام، فإذا بعالم فاضل جليل، أسأل الله أن يجل مقامه أمثاله في الدنيا والآخرة، قال لي يا أخي تكررت. قلت عفوا لن أكمل. قال لا، ليس منك تكرر أي حكيها، تكررت منه ومن غيره. ما الذي يحصل؟ أي هذا هو يا إخواني، لم تنقلب أحوالنا، انتبهوا، نحن زيفنا أحوالنا، أحوالنا في الباطن سيئة جدا، رديئة جدا. يوم تبلى السرائر، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، لو كشف عن سرائرنا لأنتنا العالم من حولنا، سرائر عفنة منتنة، ولا أظلم العالم المنير، مظلمة جدا جدا، يغطي ظلامه على نور الشمس، ونسترها بماذا؟ بثوب وجلباب ولحية عظيمة ولسان منافق عليم عن الآخرة والجنة والنار وعذاب القبر ونعيم القبر وعظمة الله. وإذا في النهاية يا إخواني كلام يخرج من هنا، يدخل هنا ويسقط هنا، ونرى الأمة كما هي، إلا ما رحم ربي، لا تزداد إلا خبالا وتطرفا وذبحا وتفجيرا وتكريها للعالمين في دين محمد رحمة العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.